عنده كان حوالي 1600 حصان، حوالي 10 ساعات تقريبا، وعلى مستوى العالم بيتهيألي ما كسرش رقم زي دوت لغاية دلوقتي كطول مسافة وطول. الرقم الأخير كان أسرع عبور لعبة جديدة كبير. كان سبب أول رقم عملته إن في إحدى الرحلات الصحراوية كان معايا كلمة مصاد جديد بعرف فيه وما لقيتش أي حاجة عن مصر، وده كان أول قراري إن لازم نعمل حاجة نحط اسم مصر فيها. بعد ما عملت الرقم الثالث جاتني الفكرة إن ليه ما يبقاش فيه أرقام كتير جدا توازي قوة مصر وخاصية شعبها. وفرحت جدا لما عرفت بالمجهود اللي بيعمله أحمد، لأني مقتنع إن المصريين بيشعروا مميز جدا فعلا. يعني أنا بنفسي شخصيا عندنا إمكانيات وقدرات فعلا مش هزار.